ميدانيا اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه خروج ثاني اكبر مستشفى في قطاع غزه عن الخدمه واضافت الوزاره ان هناك اربعه فقط من افراد الاطقم الطبيه يتولون رعايه المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينه خان يونس جنوب القطاع مشيره الى ان خروج المستشفى عن الخدمه يعد حكما بالاعدام على مئات الالاف من المواطنين والنازحين بمنطقه خان يونس ورفح وذلك لان مجمع ناصر يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحيه جنوب غزه من دار للشفاء الى ثكنه عسكريه، صار هذا هو الوصف الدقيق لما آلت اليه اوضاع مستشفى ناصر في مدينه خان يونس بقطاع غزه الذي خرج عن الخدمه بعد ان اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اكبر منشاه طبيه، واضطر الاف المرضى الفلسطينيين لمغادره المستشفى تحت تهديد سلاح جنود الاحتلال، وبلغت الماساة ذروتها بحرمان المرضى من البقاء في المجمع الطبي واجبارهم على اخلاء المكان لممارسه اجراءات التفتيش ومزاعم البحث عن نشطاء لحركه حماس. والبحث عن ادلة حول رفات المحتجزين الاسرائيليين وظلت المنشأة تعاني من نقص الغذاء والماء والامدادات الطبية تحت النيران الكثيفة والحصار العسكري ومن ينجو من حصار مجمع ناصر يستقبله رصاص قناصة الاسرائيليين الذي يستهدف النازحين عبر النوافذ وفي الشوارع فيسقط المئات بين شهيد وجريح حيث اطلاق النار والقصف ياتي من جميع الاتجاهات وحتى حول مجمع ناصر ليحترق المستشفى ومدرسة الامم المتحده ويخرج الاهالي ليلا فرارا من الموت بينما دبابات الاحتلال تطاردهم مع اطفالهم وتتحرك فوق جثث الشهداء في الشوارع وتسحق اجسادهم، وصدمة اخرى تظهر مع مظاهر الحياة داخل مخيمات اللاجئين في مدينة رفح الفلسطينية بعد ان تحولت الى سجن كبير، لا تحبس فيه الحرية والكرامة فحسب، وانما تغمرها مياه الصرف الصحي بدلا من الصالحة للشرب، وتنقطع الكهرباء ويختفي الغذاء تدريجيا الى درجة المجاعة وانتشار الاوبئة والامراض.